برنامج شباب عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل. أول حاجة ترويج ونشر ثقافة التطوع، رفع الوعي يعني. ثاني شيء مساعدة الهيئات المؤسسية الخاصة بتنمية الشباب أنهم يخلقوا بيئة ملائمة للتطوع، يعني لو مثلا واحد متطوع بده يتطوع. المؤسسات كلها توقف في عقبات أمامها، لا وجيب الورقة من هذه، لا هذا ممنوع، مش عارف إيش. فكيف نحن ممكن نخلق جو ملائم للتطوع؟ يعني شجرة بدون جذور هي ميتة. فكل شيء ببلش بجذر وبطلع، وإلا بكون بلاستيك، إشي ميت. بحب العمل التطوعي، بحس جزء مني، بحس إني أنا لازم أشتغل مش بس لإلي، إنه أشتغل أعمل إشي لغيري كمان. ما أعمل مبادرة ولا أعمل إشي لهناك ما راح يتأثر عليهم غير يوم يومين، إن طارت أسبوع بعد هيك راح يرجع الحال أسوأ. يعني هذا الحل ما هو جذري، هذا الحل أنت بتعمل مبادرة ليومين ثلاث مش راح يحل، أما بدك إشي يضلوا دائم معهم كمشاريع دائمة. يعني هلا أنا إذا بدي أفكر زيك وأعمل مبادرة، هلا مش إنه ما بهتم لهدولاك اللي عندهم، بس يمكن باخذ بعين الاعتبار أكثر إني الأولوية بعطيها للي ما عندهم إشي، يعني ولا إشي، يعني ممكن من ولا إشي ما أقدر أعملهم إشي. يعني وإشي يضلوا معاهم، يعني على مستوى أدهن لهم الحيط اللي عندهم إياها، أحط لهم إشي يضلوا عندهم، خشبة، كرسي، تخت. بتزرع في الشخص الفكرة انه انت انسان منتج، انت انسان لك فايدة. بهاي الطريقة حتى ممكن نعالج المشاكل العنف الموجودة عندنا في المجتمع اللي هي بتنشأ من سببها انه الانسان مش راضي عن حاله، بتطلع على الغير انه هو احسن منه، لكن اذا كل واحد كان فاهم انه هو له دور، هو انسان كويس، هو يعني في له هدف في المجتمع، اكيد راح تنحل اغلب المشاكل الموجودة عندنا. ثقافة جديدة انه هاي الناس عم بيصيروا عم بتحسن وضعهم، ما في شيء مستحيل، عم بتغير كيف عم بيساعد حاله، والستات كيف عم بيشتغلوا، يعني شيء فظيع يعني. بس بالنهايه مش شيء سحري ومش رح يجي بيوم وليله. في ايجابيات ممكن تكون بتميزني مش موجوده عند التانيين، في عندي سلبيات موجوده عندي مش موجوده عند التانيين، وكلنا بنكمل بعض. احنا دائما اخذنا في المدارس انه 1+1=2، لكن في التيم ورك 1+1=4، 2+2=10، 15-20. كل ما كان لنا تيم وير، كل ما كان شغلنا افضل، كل ما قدرنا نحدث تغيير اكبر. الانسان المتحضر هو الانسان اللي بيكون انتاجي، فالتطور هو الانتاجيه وليس الاستهلاكيه، هذا قمه التطور. ألمها وجعها، بس أنت القرار بإيدك، إما أنت بتحولها لإشي حلو كتير أو أنت بتضلك تحت. علمت إنه العمل التطوعي مش لازم يكون إشي عظيم وكبير، هو إشي يومي مع بتقدر تستخدمه مع جيرانك وقرايبك وعيلتك. نعزز الترابط بين سكان الحارة نفسها عشان نأسس حارات كويسة بتكون لبنة أساسية في مجتمع ممتاز. اللي هي التوعية الإرشادية لطلاب المدارس، بتخيل هاي أكثر فكرة ممكن إنها تأثر في هذا الجيل يعني، والجيل اللي رح يجي، لأنه المدرسة هي أساس المجتمع، يعني هي اللي بتربي. فإذا ولدت الفكرة هاي من عند الصغار من هم بالمدرسة رح تكمل معهم. هدفنا الرئيسي هو التمكين الشبابي، فرعنا من هدفنا من هذا الهدف الرئيسي 4 أهداف بتهمنا وبتمس شباب الأردن كله. فبتوقع أنه حققت
الشعار تبعكم اللي هي التبادل وليس التبرع، لأنك أنت عم تتبرع، أنت بس عم تقدم إشي لحظي. خلال المخيم هاي تغيرت فكرتي تماما، من أنه أنا بدي أطلع أسافر برا على أساس أنه أخلص من البلد وعيش برا، لأنه أنا بلدي محتاجة لي. قد ايه هو شعور عن جد مفرح أنك تقدر تغير في نفسك، لأنه أنت بدك تغير مش بالاعتماد على أي شخص أو أي صوت في حياتك، بالإضافة لذلك أنه تقدر تغير بشكل إيجابي في المجتمع اللي حولك. شباب متطوع من أجل مستقبل أفضل، إنسانية من أجل شباب واعد، انتماء وعطاء، تكافل اجتماعي، أسلوب حياة، طريقة لشكر الله تعالى على نعمة، إحساس بالإنسانية، مفتاح التغيير، تميز، تطوع حياة.